في كمان من اهميه الايموجيز في حياتنا نلاقي مثلا عروض موسيقيه، كان في عرض موسيقي باسم ايموجي لاند. عندنا فيلم مون اللي هو كان عن الروبوت، بيحكي قصه الروبوت والشكل بتاعه ايموجيز. عندنا فيلم 3 دي اتعمل 2017 من شركه سوني، ايموجي موفي. الفيلم ده طبعا كسر دي فكره ايموجي، يعني اتولد من غير فلتر فبيدور في السينما فعلا. قصه يعني بصراحه تزعل الكيبورد، اتأثرت جدا. فبقى الموضوع الايموجي في حياتنا جزء اساسي من السوشيال، بل هو الجزء اللي فيه الروح، هو اللي فيه الغضب، هو اللي فيه اللاف. ده في ناس كمان لما تعمل لها لايك على صوره بتبقى فيه خناقه، اللي هو لايك انا ما بقبلش. اقل حاجه لاف، يعني اقل حاجه عندنا لاف. لا، ولايك وكومنت، يعني لايك وكومنت او رياكت على الفيسبوك ما ينفعش مجرد انه لايك، ان هو انا بجامله خلاص، اللي هو بعمل الواجب.